اليوم بنحكيو على سيف بلاش اخواتنا الجزائريه في تونس ما عندوش طعم الحمامات ونابل بلاش العائلات الجزائريه فما حاجه ناقصه. يعني واش هو الموضوع؟ علاش ما جاوش الجزائريين لتونس؟ انا نقول لك علاش ما جاوش، لانه ما كاش طيران. اما بالنسبه للجزائريين ماذا بهم يجيو لتونس؟ انا الجزائري ماذا بيا نجي لتونس؟ يعني صراحه ماذا بينا نديروا لي فاكونس في حمامات في شوس، ولكن الوضع ماهوش امن يعني من الناحيه الصحيه، خاصه الان اليوم سمعنا تونس باللي غلقوا الشوس رايحين يغلقوها لو 4 جوي كونفينمون توتال، وتونس راه فيها كونفينمون، وزيد ما كاش طيران، حدود مغلوقه، الله غالب ان شاء الله يفتحوها ونجيو، ماذا بينا نجيو حنا. هو كي نحكيو معناتها الحدود، ولو مش باش ندخلوا في السياسه، نحكيوش في السياسه، اما حدود بين تونس والجزائر كي تتسكر فما خنقه، فما حاجه مش هي مش عاديه. شو تحب نحكي لك سياسه ونحكي لك لا نحكيو احنا كشعبين شمنا في السياسه. انا كشعبي ماذا بيا الحدود نحل كاع في الوطن العربي، نطيها من المغرب من الفاس حتى لمصر، ما كان لا حدود لا والو بيناتنا. ان شاء الله غالب الحكومة داروا حدود، حنا ملزمين باش نتبعوا القواعد. بصح وشنو حنا انا كجزائري ماذا بيا نجي نجوز لي فاكونس في تونس. يعني نرتاح في تونس. نحبوا نجوزوا لي فاكونس، نحبوا نغيروا. واظن حتى التونسي يحب يغير يروح للجزائر، يعني من طبع الانسان انه في الفاكونس يحب يغير، يحب يروح في المكان وين ما يعرفوا حتى واحد وين يرتاح. وين يلقى راحته، هذه هي. تو نحب نسالك انت معناتها وانت في شارع حبيب بورقيبه، هل تحس روحك خرجت على الجزائر؟ ولا ما زلت تشم في ريحه الجي هنا؟ والله غير في الحقيقه اني حاسس روحي في ديدوش مراد، انا ديدوش مراد تاعنا سونتر فيل هكذا في الجزائر. شوف كيف كيف نفس الحكايه، نفس الشيء، نفس المطاعم، نفس الحركه، نفس يعني تقريبا نفس الشيء، ما خاوتنا التوانسه احنا وياهم كيف كيف. وكان نجي الجزائر نفس الحكايه. يعني خوا هي صحيحه، هي الكلمه مش هي فعل مش كلمه. عقليه وحده، هضره وحده، كل شيء واحد، دين واحد، كل شيء واحد، وطن واحد. هذه الحدود هذه غير شكل برك بيناتنا، هذه الحدود غير شكل. ان شاء الله ربي يهنينا ونحيو قاع هذه الحدود هذو.